اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وجود محمد صل على إمامة محمد أمامة محمد صل على هزاكة نزاكة لطافة جراءة قراءة محمد اللهم صل على محمد أهوال محمد أقوال محمد يمين محمد شمال محمد اللهم صل على محمد عذر محمد نذر محمد فكر محمد وفقر محمد اللهم صل على محمد بتمهيد محمد بتمجيد محمد بتكريم محمد صل على محمد بتمهيد محمد بتكريم محمد بتنذير محمد بتنشير محمد بتبشير محمد بتكميل محمد رفيعنا محمد أرفعنا محمد أكمل أجمل أنور أطبب أهببنا محمد اللهم صل على محمد ألد محمد ولد محمد جسد محمد حسب محمد نسب محمد ولد محمد إياب محمد زهاب محمد كتاب محمد خطاب محمد إعلان محمد بيان محمد اللهم صل على محمد أسر محمد نزر محمد يسر محمد اللهم صل على محمد ملاحة محمد صباحة محمد جباعة محمد خطابة محمد تلاوة محمد إيادة محمد حسابة محمد جسامة محمد صل على محمد تقبيل محمد تنزيل محمد تجسيم محمد صل على محمد عينين محمد أذنين محمد جرفتين محمد عينين محمد كتفين محمد رجلين محمد عذر نذر فكر قدر محمد اللهم صل على محمد يا محمد زهاب محمد أبيك محمد أبيك محمد رفيق محمد أبي بكر الصديق محمد حضر محمد قدر محمد سهر محمد أسر محمد حنين محمد بدر محمد عمر بن الخطاب محمد إعلان محمد زمان محمد إعلان محمد بيان محمد قرآن محمد عثمان بن عفان محمد قبطي محمد رزي محمد جلي محمد ولي محمد علي محمد عتقة محمد عادلة محمد عائشة محمد اللهم صل على محمد صل على محمد على أحمد أكبر الورى أكبر الورى أحمد الورى سيد الورى اللهم صل على محمد أرفعنا محمد أطببنا محمد أعظمنا محمد عظيمنا محمد جديدنا محمد رفيعنا محمد رفيقنا محمد رفيعنا محمد أحبب أطبب أنسب أكمل أجمل أنورنا محمد الله
ثم صل عليه. Bergio, bir Bergio, Honda Bergio. अच्छा भाई एक और थोड़ी देर गुजारिश अजान मेरे ख्याल अगले दी ने शादी हम दुआ ही मंगते हैं उस तो बाद कोई बगैर नमाज पढ़े दे कोई ना जाए दुआ मंगे फिर नमाज इतना ही हो सी नमाज पढ़ के ते वक्त जिदे दिल करे दई दे बैठ के एक बार दुआ سارے ساتھی بیٹھ کے خلوص نال دعا مانگو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا في أموالنا وأهلنا وديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا بمعرفة القرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنج الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم المبتدعين انصرنا على القوم المشركين انصرنا على القوم المنافقين انصرنا على القوم الشياطين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت الغني المتكبر المتعال لا يزال ونحن فقراء على بابك ومحتاج إليك وعبادك الذليل اے اللہ جتنے موحد مسلم مسلمات بیمار ہیں انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی خالصتاً تیری رضا دی خاطر تیرے دین دی تھڑ کر دے ہویا اج اتنے خراب موسم دے اندر بھی تشریف لے آئے ہیں انہاں دی اس آمد دی وجہ تو انہاں دے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے اے اللہ انہاں دے اندر جذبات ایمان بھرپور پیدا فرما دے اور جتنے بے اولاد ہیں انہاں نو صحب اولاد فرما اے اللہ ساڈے اس گھر ملک پاکستان نو امن اور سکون دا گہوارہ بنا ہر دشمن اور ہر گندے انسان دی گندی نظر تو ساڈے گھر نو محفوظ فرما اے اللہ ساڈے گھر دے اندر رہن والے بھی کوئی اگر ایسا ہے جڑا ملک دی دیواراں دا دشمن ہے اے اللہ اس نو بھی اسلام دا اور راہ ہدایت تے چلن والا سچا مسلمان بنا دے اے اللہ جتنے بھی موحدین ہیں انہاں دی شرعی حاجات نو منظور و مقبول فرما اور میرے برادرم راجہ ندیم صاحب نے خالصتاً جو اللہ تیرے دین کی خاطر محنت کاوش فرمائی ہے اے اللہ انہاں دے مال و دولت دے اندر بھی برکات نزول فرما انہاں نو گھریلو پریشانیاں تو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو مزید ایمان دی قوت تے استقامت نصیب فرمائے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ جتنے احباب متعلقین وابستہ ہیں قرآن و سنت دی مشن اور دعوت دے نال میرے مخلص موحدین علماء کرام اے اللہ مزید انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص اور اپنی برکات دے نزول فرما اے اللہ مزید انہاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما جتنے بھی احباب آئے ہیں اے اللہ انہاں دی شرعی حاجات منظور و مقبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.